السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أو وليد، رجعت لكم فيديو جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب أحضرت لكم مود مرة أسطوري راح يخليك تستعمل 3 ضربات خارقة شباب. طبعا هذا المود يحتوي على 3 ضربات خارقة وأسطورية راح تستمتع في اللعبة. المهم شباب قبل ما نبدأ الله يسعدكم لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تشجعوني أني أستمر في نشر المقاطع اللي تفيدكم وتعجبكم أيضا. المهم شباب يلا نبدأ بسم الله ونتوكل على الله. طبعا رابط تحميل المود شباب راح تجدونه في صندوق الوصف من ميديا فاير طبعا، وفي نهاية الفيديو راح أوريكم طريقة التركيب كالعادة. المهم شباب يلا نبدأ بسم الله ونتوكل على الله. طبعا راح أوريكم كيف تستعملون الحركات الخارقة أو الضربات الخارقة. المهم عليكم سوى التوجه إلى قائمة الغش، بعدها هي الحركات شباب، 3 ضربات خارقة. المهم نبدأ بالضربة الأولى، راح نضغط عليها هكذا، بعدها شباب راح نضغط هنا، تشوفون أين؟ راح نضغط هنا هكذا، بعدها شوفوا ايش راح يحصل. شوفوا شباب تشوفون ماذا يحصل، يوه يجمع الطاقة. واو اهرب اهرب سنموت. يوه تشوفون شباب والله يا انها اسطورية بشكل كبير. تشوفون خلينا نجربها مثلا هنا على البالاس، تعالوا الى هنا تعالوا راح نجربها على البالاس. يلا اضغط نفس الشيء هكذا او يجمع في الطاقة، يلا بوم فجرت البالاس طاروا في السماء. تشوفون شباب واو الصراحة حركة أسطورية أقيمها 10 من 10. المهم خلينا نجربها مرة ثالثة شباب، أين خلينا نبحث عن تجمع سيارات مثلا، راح نجربها هنا على هذه السيارة. خلينا ننتظر قليلا يتجمع بعض السيارات. يلا يا سيارات أين أنتم؟ لماذا لا يوجد عدد من السيارات؟ المهم خلينا نجربها شباب، راح نضغط نفس الشيء هكذا ويجمع في الطاقة. شوفوا شباب كيف يطلقها، شوفوا يلا اطلق نايس. واو تشوفون شباب ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يا إن حركة أسطورية بأتم معنى الكلمة، أعجبتني كثيرا. يلا لعيونكم راح نجربها هنا على هذا التجمع من السيارات، راح نجربها. يلا سي جي يلا يلا وريهم الهيبة، يلا اطلق يلا روح نايس ما شاء الله. اوف من قوة الضربة مات سي جي، تشوفون كم هي قوية شباب، واو صراحة اسطورية بأتم معنى الكلمة تشوفون. المهم خلينا ننتقل للحركة الثانية شباب، يلا راح نتوجه لقائمة الغش بعدها نجربها. ها يا شباب راح نضغط عليها هكذا، بعدها راح تظهر راح يظهر لنا شباب اكس جنب الخريطة، راح نضغط عليه هكذا، بعدها شوفوا ايش راح يصير. واو ماذا تفجر؟ اين تفجرت؟ واو خلينا نجربها هنا، يلا جرب اضغط على اكس. لا عمل الحركة الأولى، تشوفون شباب اوف عمل الحركة الأولى. المهم راح نضغط شباب على الاكس هكذا، يلا واو لما توقف جنب سيارة معينة وتضغط على الاكس اللي جنب الخريطة راح تنفجر. مثلا خلينا نختار السيارة، ها هي شباب اتت الينا لوحدها. مثلا يلا راح نفعل المود الثاني، يو تشوفون حدث انفجار، راح نفعل المود الثاني هكذا نايس. راح نجربها على هذه السيارة، تعال الى هنا وصدمتني بعد، تعال الى هنا بالص تعال الى هنا يلا ها ابلع يلا لعيونكم شباب بوم. تشوفون كيف والله حركة اسطورية، يلا نجربها مرة اخرى، يلا ها خذوا لعيونكم شباب بوم. واو الصراحة ممتعة شباب بأتم معنى الكلمة. المهم الان شباب راح نروح للحركة الثالثة والاخيرة معانا اللي هي ها هي الحركة الثالثة، راح نضغط عليها نفس الشيء وراح يظهر لنا اكس شباب جنب الخريطة، راح نضغط عليه هكذا شوفوا ايش راح يصير. واو تشوفون شباب قام برمي السيارة بقوة اسطورية، شوفوا راح نجربها بوم. وات تشوفون رماها الى اللانهائية وما بعدها، يلا نجربها. يو يسرق سيارة ابلع بوم، يو تشوفون عمل الحركة الثانية والثالثة مع بعض. المهم خلينا نجربها، يلا خذوا خذوا يلا روح
واو الصراحة شباب الحركة الثالثة أسطورية، شوفون كيف. ها شوف راح يرمي السيارة المدى بعيد جدا. يلا نجربها هنا، يلا راح أعطيه سي جي بوم. شوفون كيف هو يعمل الحركة كلها مرة واحدة لأني فعلتهم مرة واحدة شباب. تشوفون لكي أوريكم، طبعا أنتم جربوا الحركة اللي تعجبكم وراح يعملها سي جي لوحدها طبعا الحركة. أنا فعلتهم في ثلاثة، لذلك هو يعملهم في ثلاثة مباشرة. شوفوا الشباب هذه الحركة الثالثة اللي خبرتكم عنها، يرمي يقوم برمي السيارة لأمامه. خلينا نجربها يلا مرة أخيرة على هذه الإسعاف. يلا شباب لعيونكم، يلا يلا تعالي يا الإسعاف، تعالي إلى هنا، يلا خذي بوم. واو اختفت، تشوفون شباب وات ما هذا الشيء. واو ماتت من أتوقع صدمت فيها الإسعاف. تشوفون شباب والله إنها حركة أسطورية. واو ماذا حدث، فعلت الحركة الأولى بالغلط. تشوفون شباب والله حركة أسطورية بأتم معنى الكلمة. المهم شباب استعرضت لكم الحركات الثلاثة القوية جدا، الآن شباب راح أخليكم مع طريقة التركيب. يلا طبعا شباب راح تدخلون على برنامج زار شيفر هكذا، بعدها تروحون إلى الداونلود طبعا راح تلقون المود شباب، ها هو مود 3 ضربات خارقة للعبة جي تي اي اس اي للأندرويد. طبعا راح نضغط عليه ضغطة عادية هكذا، بعدها عرض، بعدها يطلع لنا هذا الملف راح نضغط عليه ضغطة مطولة شباب، بعدها راح نضغط على نسخ ونروح إلى ذاكرة الجهاز، بعدها أندرويد داتا، بعدها راح نضغط على الدائرة الخضراء اللي في الأسفل على اليسار هكذا شباب. الآن مبروك عليكم المود، ادخلوا إلى اللعبة واستمتعوا. المهم شباب وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، وإذا عجبكم طبعا لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تشجعوني أني أستمر في نشر المقاطع اللي تفيدكم وتعجبكم أيضا. المهم شباب يلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you love